نقول لك واحد الحاجه، جامي دافي واش خدمت شي عمل وكنقول صافي هذا غينجح 100%. بالعكس انا كنبقى مخلوعه حتى كتسالي الحلقه الاخرى وحتى كنتسنى الاراء ديال النقاد، حيتاش العمل انت المجهود ديالك تسالى في طوناج، تسالى ملي كنتي كتبريباري وكتقراي وكتحفظي وكتناقشي مع المخرج ومع الممثلين. لوغيس كيولي ديال الناس واش غينجح ولا ما ينجحش، يقدروا يتحققوا كاع لي زانغريديون ديال عمل ناجح، ومني تعرض ما يعجبش الناس، يجيهم ثقيل على القلب. وقدر تكون شي حاجه خدمتيها خفيفه والناس يستحسنوها وتدخل لقلوبهم، فش بي با سافوار واش غيكون واعر ولا لا. اللي غنقول لك انني خدمت فيه بقلبي فريمون وحبيت ليستوار ومكتوبه مكتوبه فنة. انا عارفه الناس شحال تقاتلات على مستوى الانتاج، على مستوى الاخراج والتشخيص. جاكاراندا فريمون حطاتنا في واحد لومبيونس فاميليال، ف ما عمرك ما تشكيتي تمشي حاجه صغيره، يعني ما خلاولكش فين تهضري. انت كممثله خصك تكوني فريمون في المود باش تعطي غول زوين. واش غينجح ولا لا؟ هذا الجواب عند الجمهور المغربي ونجاوبك عليه بوتيت ملي تسالي الحلقه 30 وندير استطلاع الراي ونقول لك يا ربي يا ربي. انا بعدا ما نقدرش نقول لك واش كاين ولا ما كاينش، ما نقدرش ننفي وما نقدرش غنتسنى واحد شويه مازال. واحد الحاجه اللي نقولها لك، هو ما كيكونش كل سنه. الا رجعنا للشغل ديالو من شانيلي تي في، دابا كيخدم مثلا عامين ثلاث سنين ويحبس او ثاني عام ويحبس، عنده اون استراتيجي اللي حنا كنحترموها. وما يمكنليش دابا نصرح بو اون سامبل غيزون، كاينه اداره فنيه للعمل ما يمكنليش نسبقها. الا تسنيتي عشان واحد السيمانه عشان نقول لك انا فين ما نتلاقى كنقول لك فوالا. شكرا لكم ونتمنى ان شاء الله ان هذا الانترفيو يكون خفيف على قلبكم. راه خصني ندخل المسرح ما كيعيطوا. راه مدام الابواب يلا سي شنو الطقوس اللي كديري؟ شنو انت كتعمري بيا كتخدمي زينه؟ اللي كتلقاي كديروا الخاله والام والعمه والجده، غتلقاي حتى مونيا كديروا. مونيا راه سي شي مامون اللي مسؤوله من اسره، عندها والدين عندها زوج، فما تتوقعيش انها غتكون شي طقوس مغاير على شنو كنشوفوا في الاسر المغربيه. يمكن كيكون الجماعه ديال العائله اكثر في طبالي، وهذه شي حاجه زوينه بزاف. كان بكري ملي كنت صغيره كنا كنتجمعوا كل نهار سوق، مثلا حنا في مدينتنا عندنا سوق اسبوعي، ديما هذيك الليله ديال السوق كتجمع العائله كامله. وتا ملي كنت كنمشي عند ميمه العروبيه كان ديما عندهم هذه القضيه، نهار ديال السوق كيتجمعوا كاملين. في رمضان كتقدر تحقق لك جوج مرات ثلاثه في السيمانه، هذا هو فريمون لي سبيسيال. وانا كيعجبني نشوف صحابي الممثلين، عائلتي، الناس اللي قرابين ليا دايرين بيا، فما كنتواناش انا العراضه ديما تكون عندي في الدار. يمكن هذا هو لي سبيسيال على باقي الشهور. اما لو غيست بعدا كاين اول نهار صمتو طرا ليا فيه مشكل، كنت في العمل الجمعوي، واحد الجمعيه سميتها منبع الحياه. هادشي راه كنقول لك يمكن 2005 ولا ما عرفت، لا قبل شي 2002 جوج ما غابيل بيان. الوغ بالليل مسحره بالحوت وحلات لي الشوكه وصبحت بها حتى الصباح وانا صايمه وكنموت بها في الحلق. وما فطرتش مع دارنا، فطرت مع الجمعيه ديال منبع الحياه. كان واحد مؤطر الله يرحمه مسكين الحناتي محمد ويونس الدويري الله يذكره بالخير. الوغ الجمعيه جمعوا كاع البنيوتات الصغار بالحنه باللبسه التقليديه بالتاج العماريه بحال الطقوس ديال العروسه، وكيعطيوك زلافه ديال الحليب تشوفي وجهك في الحليب زعما كاينه زعما فبصح كيديروا لك هذيك الطقوس ديال العروسه. وحنا في مدينتنا كانت عندنا واحد الحاجه، كل ليله 27 كيكون التنقا في البنيوتات صغيورين. صراحه ما بقاتش عندنا بزاف بنات اليوم بدات كتقل. الوغ معروفه عندنا في المدينه اي بنيوته صغيره كتصمبورا بروميير فوا كيخرجوها يحنيو ليها وينقفوها، فميم سي بهذيك الشوكه في حلقي وانا محنيه وبارزه ومتصوره هذا ما كان. كنبغي نقول لهم رمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم الصحه والعافيه باش ما تمنيتوا ان شاء الله طول عمركم.